ومين إن شاء الله في زيارة مرتقبة للرئيس إلى الولايات المتحدة، أول لقاء مع الرئيس ترامب عقب توليه المسؤولية. عايز خريطة البيت الأبيض قبل ما ندخل في التفاصيل والملفات واللقاء. البيت الأبيض بيدار إزاي؟ الأجنحة اللي موجودة داخل البيت الأبيض، مين المسؤول؟ كبار مستشارين في المجلس الأمن القومي، مين هم اللي بيديروا المنظومة داخل البيت الأبيض؟ هو طبعا دلوقتي في المجموعة القريبة جدا من الرئيس الأمريكي، مجموعة إلى حد ما مش عايز أتفائل قوي، لكن هم مجموعة حوالي 6 شخصيات، تبدأ بوزير الخارجية، مستشار الأمن القومي، وزير الأمن الداخلي، وكبير المستشارين. احنا بطبيعه الحال بنتكشف استاذ احمد الانساق العقيديه لفكرهم تجاه مصر. يعني كيف يروا مصر؟ اغلبهم زار مصر، اغلبهم زار مصر. يعني وزير الامن الداخلي جون كيلي زار مصر، المستشار الامن القومي زار مصر، وزير الخارجيه زار مصر اكثر من مره، فيعلمون جيدا عن مصر الكثير، وبالتالي دول المجموعه الداعمه لمصر بصوره مباشره، وهيبقوا قريبين من اي قرارات ايجابيه تجاه مصر. طبيعة الحال في مجموعة أوسع شوية اللي هي مرتبطة بعدد من المستشارين في وزارات مهمة زي وزارة الدفاع، زي وزارة أيضا الخارجية، زي الوزارات اللي هي التكنوقراطية اللي هي بتشتغل بقى حضرتك معاك على ملفات اقتصادية استثمارية أو ما إلى ذلك. دول لسه طبعا بطبيعة الحال مواقفهم غير واضحة. أجنحة أخرى على محسوبة داخل الكونجرس مناوئة لما يعرف بمجموعة أصدقاء مصر، ودي لا تزال بتكرر بعض السخافات التقليدية الأمريكية في بعض الأمور والملفات، تبدأ بالنظر في موضوع جماعة الإخوان المحظورة، ومرورا بدعم مصر ومكافحة الإرهاب وغيره. لكن في النهاية أنت لديك مجموعة كبيرة داعمة لمصر وداعمة للرئيس السيسي شخصيا، وبعدها التقى معه بالمناسبة قبل أن يزور أمريكا، فبالتالي في تعارف بدأ من قبل كده. مين اللي في ودن ترامب من المجموعة دي، المجموعة المناوئة ولا المجموعة القريبة؟ يعني اللي هو ترامب بيسمع له وأنا بقول له مصر علاقاتنا وضعنا، عايزين نغير سياستنا اللي كانت قبل كده إدارة أوباما الراحلة، مين الأقرب؟ الأقرب وزير الدفاع ومستشار الأمن القومي، دول شخصيتين زائد وزير الأمن الداخلي جون كيلي، هم الثلاثة دول أقرب إلى الرئيس ترامب، وهيبقى في نصائح مباشرة بضرورة التعامل مع مصر على اعتبار أنها دولة كبيرة ومحور ولها دور كبير. ده على المستوى العام زي ما بقول لحضرتك، لكن هو طبعا هتبقى فيه تفاصيل متعلقة بما تطلبه حضرتك كمصر وبما يمكن أن تستجيب إليه الإدارة الأمريكية في التعامل معك. الزيارة هتبقى زيارة استكشافية استهلالية لمطالب مصر ستقدمها بطبيعة الحال للإدارة الأمريكية. فين جوز بنته وفين بنته اللي هم ليهم سيطرة أكتر وبيأثروا كمان على الرئيس ترامب؟ شوف حضرتك، هو طبعا كوشنر احنا نعلمه لأنه هو كان محامي في الشرق الأوسط، لو جوز بنت الرئيس ترامب، وطبعا هو هيتولى بالمناسبة إدارة ملف الصراع العربي الإسرائيلي، مش جيسون جيربلات، هو هيبقى معاون ليه أو مساعد ليه، هيشتغل معاه على الأساس ده. لكن كوشنر هو هيبقى رقم واحد، الآخرين ربما يبقى رقم اثنين أو ثلاثة. وطبعا في بطبيعة الحال دينا، ودينا طبعا هتبقى مهمة أوي، دينا حبيب، دينا حبيب لأنه دينا هتبقى نائب مستشار الأمن القومي، نائب مستشار الأمن القومي ووكيلة ومساعدة للوزير، فهتبقى عندها رؤية جيدة، وإحنا طبعا نعلمها منذ إدارات كثيرة. دينا هتبقى ليها دور كبير بالمناسبة في الفترة اللي جاية، ليها مواصفات كثيرة تقدر تؤديها. أعتقد إنه أيضا مش كوشنر فقط، أيضا ريكس وزير الخارجية يعلم كثير من الشخصيات المصرية، وهناك أيضا تعرف كبير من سنوات وليه علاقات في مصر جيدة ونعلمه جيدا، فبالتالي أيضا هيبقى ده داعم لمصر. دي الخريطة المباشرة للمجموعة الضيقة اللي هتفكر بجوار الرئيس في التعامل في أي ملف حضرتك هتطرحه في هذه الزيارة. طيب قبل الزيارة كان في لقاء في سبتمبر الماضي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والرئيس التقى ترامب كان مرشحا في ذلك الوقت، والرئيس سئل في حواره سي ان ان عن المرشح ترامب عقب هذا اللقاء، وقال ان هو يراه يعني في حالة انتخابه رئيسا قويا. ترامب سئل ايضا في مداخلة مع فوكس نيوز وعن لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال الجملة الشهيرة ان اللقاء ده في كيمياء بيننا. الجمل ما بين الرئيسين الان ماذا يعني؟ تعني هذه العبارات
شوف حضرتك، هو طبعا انت الان لا تتكشف الرئيس الامريكي الجديد على اعتبار انه كان في لقاء تم وحدث بالتقارب المباشر وما الى ذلك، لكن خلينا اقول انه الرئيس السيسي ليس الملك الاردني وليس ولي العهد السعودي اللي زار، الاثنين زاروا الولايات المتحده الامريكيه والتقوا مع الرئيس الامريكي. في ترحيب كبير قوي سيكون من قبل الاداره ومن الرئيس الامريكي تجاه الرئيس السيسي لاعتبارات كثيره قوي حضرتك اشرت وتكرمت بيها، وهم بنوا رايهم على مواقف انه الرئيس السيسي جازف بمقابله رئيس كانت شعبيته وقتها ضعيفه. حاجة تانية انه الرئيس السيسي لم يسمع لكثير من النصائح وهم يقولون هذا انه لا يلتقي بهذا المرشح، ومع ذلك التقى معاه وجلس واستمع وكان حوارا حول قضايا عديدة عكس اللقاء اللي كان مع السيدة كلينتون وقتها. بناء عليه الرئيس يذهب ولديه اصول كبيرة واوراق كبيرة لدى هذه الادارة. الرئيس الامريكي بطبيعة الحال سيسعى الى محاولة التعرف على الخطوة التالية، زي ما حضرتك بتخطط للخطوة التالية ما لازم تطلب من هذه الإدارة، ستحول هذه الكيمياء السياسية إلى توظيف واستثمار بعلاقتك بهذا. وأشرت إن مصر ليست الأردن وليست السعودية في هذا السياق. ليه حضرتك قلت كده؟ لأنه الملك عبدالله أو الزعيم